دخلوا بقوة في دائرة السياحة الرياضية، وبدأ طبعا لهم جدول من صناع السفر والرحلات وضعوا لهم جداول لمباريات الأندية صاحبة الجماهيرية العالمية في أجندة يومياتهم، مثل برشلونة، مثل ريال مدريد، مانشستر يونايتد وغيرها طبعا من هذه الأندية. يعني بتروح حق مباراة برشلونة الليلة، ترى احنا جاهزين موجودين وياك عشان نعرف اكثر عن هذا المجال. يسعدنا نرحب بالاستاذ نايف الضفيري، صاحب حساب مقاعد نايف جابر للسياحة الرياضية، ويفصلنا عن هذا اللقاء. هذا التقرير، مثل ما قلنا كثير من الناس يعشقون الساحرة المستديرة، يحبون الكرة لدرجة انه يعني نشوف من فترة يسافرون لدول الجوار بحيث انه يحضرون مباريات خارج الكويت. لكن ايضا بدت في الفترة الأخيرة البعض من كثر ما هو مهتم بهذه المباريات يسافر الى اوروبا وغيرها من دول العالم عشان يحضر المباريات لايف، خصوصا مباريات برشلونة وريال مدريد. يمكن استاذ نايف طبعا صبح عليك بالخير. يا هلا والله فيك. ودنا تسولف لنا عن هذه الظاهرة وش كثر هي، يعني خلينا نقول فعلا صارت تشكل ظاهرة إذا صح القول. هي فعلا صارت ظاهرة لأن جيل الشباب الحين بدأ يطقع على جيل، على قولتهم، كبار السن. فجيل الشباب لهم احتياجاتهم الخاصة، ثقافة السفر الحين بدأت تغير. قبل الناس ما كانت تسافر إلا بالصيف، الحين لا، الناس اللي تسافر على مدار السنة علشان تتابع يعني مباريات أو بطولات رياضية أصبحوا أكثر من اللي يسافرون بالصيف. نعم. فالحين صارت صناعة، السياحة الرياضية صارت صناعة. وأنتم القائمين على الصناعة؟ احنا ان شاء الله جزء من هذه، احنا نحاول ان احنا نتميز في شيء مو موجود يعني بالسوق. نعم استاذ نايف، شنو اكثر الدوريات او البطولات اللي يعني تشهد اقبال كبير والناس حابه فعلا انها تحضرها؟ هو يبقى الدوري الانجليزي اكثر دوري على اقبال، لان في اكثر من نادي الناس تروح له، مثلا مانشستر يونايتد، السيتي، تشيلسي، ارسنال، هذول كلهم لهم جماهير. ايضا الدوري الاسباني، بس الدوري الاسباني عندنا فريقين. الدوري الايطالي بعد المشاكل الاخيره وبعد هبوط مستوى الدوري الايطالي قل حضور الدوري الايطالي، بس يبقى الدوري الانجليزي هو اكثر دوري عليه طلب، وبعده الدوري الاسباني. زين، الموضوع هو بس حجز الكراسي ولا ان السالفه فيها اكثر من كذا؟ لا، هي الحين صارت يعني حضور المباريات او حضور الفعاليات الرياضيه هي صارت جزء من رحله كامله. شلون؟ رحله سياحيه كامله. مثلا في اسبانيا ياخذ له مثلا اسبوعين يروح مثلا اثار، ويروح ما بين برشلونه وبين الاندلس وبين مدريد. نعم. فيخصص له يومين ثلاثة ايام تكون هذه المباراة، باقي رحلته تكون مثلا يروح مدريد، يروح الاندلس، يروح مرضية. اي نعم، حسب طبعا حسب وقت يعني حسب الفتره تعرف مربية. وهذا انتم ترتبونه؟ احنا نرتب من الالف الى الياء. نعم تمام، مع الفنادق، مع التنقلات، فنادق، المواصلات، يعني. وفي الحين صارت حتى في احتياجات اكثر مع الوقت، صارت طلبات الناس تزيد. يعني بتمر عليك طلبات غريبه. مثل شنو؟ ابي اصور مع ميسي. وهذه تصير. ترتبونها؟ اي نعم، احنا نرتبها. والله كفو. ابي يوقع لي مدرب الفريق، ابي زيدان يوقع لي. حلو. فهذه طبعا في بعض الاشياء نقدر نسويها، او من جزء، هي جزء من الخدمات اللي نقدمها الحين. وفي بعض الخدمات طبعا احنا نقول احنا ما نوعدك، مثلا بنحاول ان احنا نوصل، وفي الغالب نوصل ان شاء الله. وهذه طبعا يمكن بعض الصور اللي ايوه، هذا ما شاء الله طبعا بالغتره والعقال ومع فطاح الرياضه في اوروبا. نعم، هذا بالتنسيق معهم، بالتنسيق علشان اخذ هذه الصور مثل ما قلت قبل شوي، على بناء على طلب الجماهير. نعم نعم، طبعا دول اوروبا واللاعبين مثل اللاعبين الكبار الوصول لهم مو سهل، وما يتم الا عن طريق ترتيب تنسيق. وعن طريق نعم، فالامر مو متروك يعني بالتأكيد للجميع. استاذ نايف، اكيد في تفاوت في الاسعار، وهذا شيء ملحوظ خاصه حق اللي يعني دائما يسافر ويحضر مثل هذه المباريات، يشوف في عروض يقدمها بعض المكاتب او المعنيين في هذا الموضوع، ما سبب هذا التفاوت بالاسعار؟ طبعا يعني اي سلعه في العالم يعني سعرها يحدد مستواها، فالمقاعد الزينه غير المقاعد اللي ورا الجول، غير المقاعد اللي فوق. ايضا اذا كان الموضوع حضور المباراه مرتبط مع فندق، الفندق فيه 5 نجوم، والفندق فيه فنادق عاديه، فاحنا تميزنا دائما
بالخدمة الأفضل اللي هي ما نقدم أي شيء. لو يجيني واحد يقول لي والله أبي أقعد وراء الجول أقول لا والله دور غيري. فأحنا تميزنا في المقاعد دائما اللي دائما خلف الاحتياط أو في الجهة المقابلة تحت، بحيث أنه يكون قريب من أرضية الملعب وقريب من اللاعبين. إنزين، أنا يعني أعرف بعض الشباب صارت فيهم بأن سافر وراح هناك واكتشف أنه مو قادر يدش الملعب لأن التذاكر اللي حصلها مضروبة. شلون الواحد يتجنب أو يتجاوز هذه الأمور؟ يمكن من أسباب نجاحنا في هالموضوع، إحنا أصحاب تجربة سيئة في موضوع العمل مع الشركات الأجنبية خاصة في مواقع الأونلاين. مواقع الأونلاين لهم طريقة. طبعا اللي يشتري من مواقع الأونلاين في تحت يعني لازم توافق على الشروط علشان تتم عملية الشراء. نعم. فأنت لأن الشروط يعني ما تقراها 100 شرط فما تقرا كل الشروط، خط صغير، فتسوي كليك تبي تخلص وتشتري. من ضمن هالشروط ان نسلمك التذكره يوم المباراه، واذا ما حصلنا لك تذكره او ما حصلنا لك التذكره اللي انت تبيها يعني قانونيا ان احنا ما نعطيك تذكره، بنرجع لك فلوسك بعد كذا. اغلب شركات الاونلاين شنو تسوي؟ تعتمد علشان تحصل أسعار أرخص وعلشان تزيد أرباحها، تعتمد على شراء التذاكر في يوم المباراة من الناس اللي يبيعون حوالين الملعب. سوق سوداء يعني. سوق السوداء. السوق السوداء في أغلبهم يعني يا مقاعد سيئة أو أنها مقاعد مزورة أو تذاكر مزورة مضروبة. هني يصير موضوع أنه والله أنا ما دخلت المباراة وأنا دافع وأنا ماني عارف إيش. طبعا علشان تلافى هالموضوع لازم أنت تروح للشركات الثقة، الشركات اللي لها اسم وسمعة، خاصة في الحين في ظل وجود السوشيال ميديا كل شيء صار واضح يعني. صحيح. نعم أستاذ نايف، طبعا من خلال متابعتنا لحسابك حساب مقاعد نايف جابر نلاحظ في علاقة متميزة جدا مع إدارة نادي برشلونة، كلمنا عن السر في هذه العلاقة. والله ما في سر، أنا برشلوني صراحة، وأول مرة حضرت مباراة بالدشداشة والغترة والعقال نزلوا لي كل إدارة برشلونة بما فيهم رئيس مقاطعة برشلونة كتالونيا في هذاك الوقت. نعم. فيسألوني أنت منو؟ ليش لابس كذي؟ قلت لهم أنا هذا أولا لبسنا الرسمي يعني، وأنا مشجع برشلوني. فمع تكرار حضوري للمباريات بهالطريقة، وأنا من هذاك الوقت يعني تقريبا من 3-4 سنوات ما حضرت مباراة في أوروبا خاصة في برشلونة إلا بالدشداشة والغترة والعقال. هذه الصورة هناك طبعا، شفنا الصورة قبل هنا. شوي صورة بالغترة والعقال كانت في شو اسمه، اي انا بالملاعب يعني احضر بالغترة والعقال. هني هذه تمرين الفريق. زين، قلت لي ايضا يمكن الجمهور يمكن يلفت النظر موضوع الدشداشة والغترة، صح؟ اي انا نهائي، يمكن يصورون وياك بدل يصورون مع ميسي. انا نهائي دوري الابطال. نعم، اللي كان في ميلان. لا، اللي قبله. اللي قبله كان في برلين. اوكي. نهائي برشلونة واليوفي، تاخرت عن المباراه والسبه ان الناس دور علشان تصور. طبعا ما تصور مع نايف جابر، تصور مع الكاركتر. بالعكس ما شاء الله عليك. نعم. وشنو سبب حرصك على حضورك بالدشداشه يعني؟ هي صارت بالصدفه اول مره. انا دعيت لحفل زفاف في اشبيليا، هو صديق وبعدين صرنا شركة، هو شريكي في مدريد. نعم. فكنت ابي اسوي له شيء يعني مختلف غير عادي. فشاورته فيها قبل حضر بالدشداشه والغتره والعقال، خوفا من رده فعل يعني عائلته واصدقائه. فبالعكس رحب، شجعني ورحب وسويناها، وخطفت الاضواء من المعرس والعروس والناس كلها قامت تصور معي وتركوا. ما شاء الله عليك. زين استاذ نايف، يمكن كثرت قلنا في الاونه الاخيره في وسائل التواصل هذه المواقع اللي تساعد او تسهل موضوع بيع التذاكر بالنسبه للمواطنين اللي بيروحون الى دول برا، شلون نميز الغث من السمين؟ شلون نعرف مثلا والله ان هذا زين مو زين؟ هل هو بعدد المتابعين؟ مع ان هذا ممكن واحد يشتري له فولورز، فانا شلون اعرف؟ لا، هذه طال عمرك الحين يعني اقول لك الزين يعني وسائل التواصل الاجتماعي شخلط الزين من الشيء. كل الناس اللي يطلعون معانا او مع غيرنا يشاركون تجاربهم مع الاخرين. فما تقدر الحين تخش على الناس او انك تحاول تستغفل الناس، لا. ما حد يعني الحين ما حد يقبل على مثلا حساب معين الا غير ما تقرا الكومنتات، يتابع ويشوف منو اللي راح عن طريقه ويشوف منو اللي راح ويسال ويدخل. احنا نتعمد دائما اذا احد راح عن طريقنا نرتوت
سواء مدح او ولله الحمد للحين يعني يعني الحمد لله كل امورنا زينه ايجابيه. نعم. فدائما بعض الناس يقولوا لي يا اخي انت ترتوت اللي يمدحك، فانا اقول له لا ترى ما رتوته لانه يمدحني، انا رتوت له لانه علشان انت تدخل عليه من وراي وتساله عن تجربته، وبينك وبينه انا بعيد عن الموضوع يعني. صح صح، عافية عليكم. بالتاكيد. طبعا نتمنى لك كل التوفيق استاذ نايف جابر الضفيري صاحب حساب مقاعد نايف جابر للسياحه الرياضيه، شكرا جزيلا لك. شكرا قواك الله، شكرا لك، شرفنا بمعرفتك. واللي يحب المباريات عليكم يمكن بمثل هذا الحساب وغيره طبعا التالي تسهل المساله، ومثل ما قلنا هي مو مجرد مقاعد فقط ولكنها ايضا رحله سياحيه متكامله. من يمكن ضيفنا نايف هني راح نروح بعد شوي ان شاء الله الى قصر نايف اللي عندنا بالكويت، اكيد طبعا هذا القصر اللي هو مبني في صهد نايف في الجهره من سنه 1920، من المعالم السياحيه اللي موجوده هني عندنا بالمدينه، ويمكن ارتبط كثير هذا القصر بشهر رمضان مع مدفع الافطار. مزيد عنا ان شاء الله هني في صباح الخير الكويت، خليكم معنا.